رحبت حكومه جمهوريه القمر المتحده بالاتفاق الموقع بين الحكومه والمجلس الانتقالي في الرياض وقالت حكومه جمهوريه القمر في بيان لها ان هذا الاتفاق يعد خطوه مهمه للحفاظ على كامل التراب اليمني وللحيلوله دون انزلاق البلد نحو الانقسام والتفكك واشادت حكومه القمر المتحده بدور المملكه العربيه السعوديه المهم والمقدر في رعايه الاتفاق ودفع الاطراف اليمنيه الى مائده التفاوض